مرحبا مواليد برج الحمل، كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين 11 أدار مارس للأحد 17 أدار مارس؟ هيدا الأسبوع بعتبره أسبوع بتتقدم فيه مواليد برج الحمل على إطار أو على نطاق أو على صعيد شخصي بحت. هنالك مسائل مالية، هنالك نوع من زيارات، نوع من امتحانات، وهنالك بعض الاهتمامات الشخصية، وبتخدمه الأسبوع ببعض التطورات الحلوة. طبعا بهيدا الأسبوع في عنا الشمس موجودة كل هالأسبوع ببرج الحوت، يعني بعد مواليد برج الحمل بعدها عم تشتغل على حالها، بعدها عم بتراجع ذاتها، بعدها عم تفكر بالأمور الأفضل بالنسبة لها. بهيدا الأسبوع كيف بده يكون تحديدا؟ هنالك النظرة العامة لهيدا الأسبوع بتقول إنه مواليد برج الحمل بهيدا الأسبوع رح يهتموا أكثر بحالهم، رح يكونوا أنانيين شوي أكثر من غير أوقات، لأنه عم يفكروا بحالهم، بوضعهم، باستقرارهم، لوين رايحين، لوين جايين، وهنالك نوع من رغبة بتحقيق استقرار مادي، أو طالع عبالهم إنه يهتموا بي إذا هني طلاب يهتموا بشؤونهم الدراسية، بنتائجهم الأكاديمية، وهنالك أيضا تعاطف مع العيلة، وهنالك اهتمامات بالذات، يمكن بالصحة، وهي الأمور عم بتفكروا وعم تشتغلوا فيها. هل يا ترى الوضع العاطفي جيد؟ الأمور العاطفية بهيدا الأسبوع يمكن قد تأخذ منحى هادي شوي. مواليد برج الحمل بحاجة لحتى يكونوا متصالحين مع ذاتهم بهيدا الأسبوع، لازم يبتعدوا عن الأجواء الصاخبة جدا بهيدا الأسبوع، وهلا بقلكن أيها الأيام الأفضل وأيها الأقل حظا، وبهيدا الأسبوع ضروري يكون في علاقة أقوى مع الأحبة، الأولاد، مع العائلة، مع شريك بالحياة، مع حتى مع الوالدين، وهنالك أيضا للعزابة يعني العازب يلي منه متزوج بهيدا الأسبوع هنالك حنين للماضي، هنالك حنين للعواطف، هنالك حنين لحتى يشعر مولود ومولودة برج الحمل بالحب والرعاية والعطف. يعني بهيدا الأسبوع أنتم بحاجة مواليد برج الحمل لحتى ترجعوا لذاتكم، لجذوركم، بحاجة للمصالحة مع الذات، بحاجة لعطف الأحبة، وإذا ما في أحبة من حولكم أنتم بحاجة لتعاطف المحيط معكم، وبالتالي هيدا أسبوع هنالك نوع من ضرورة لمواليد برج الحمل، وهي نصيحة فلكية إنكم تبتعدوا عن المعاكسات، ما تختلفوا مع حدا، ما تختلفوا مع صديقاتكم، مع أصدقائكم، بالعكس أنتم بحاجة تلموا الناس من حولكم. التنين هو والتنين والثلاثة انتبهوا لأموالكم، الأربعاء والخميس هنالك قدرة عن مواليد برج الحمل لحتى يعبروا عن رأيهم، لكن انتبهوا بهاليومين ما يصير في التباسات، يمكن تكتبوا إذا أنتم بتكتبوا عندكم حب للكتابة للقراءة، شغلكم الأربعاء والخميس بيكون دسم شوي أتسم من بقية أيام الأسبوع. الجمعة والسبت هن اليومين يلي بتراجع فيهم شوي مولود برج الحمل، بفضل إنه يكون مع عائلته، بفضل يكون ببيته، بفضل يكون بأجواء حميمة، بأجواء بيعرفها، بأجواء دافئة، فحاولوا انكم تبعدوا عن الاشخاص السلبيين الجمعة والسبت. اما الاحد 17 اذار مارس بعتبره فلكيا هو أفضل أيام الأسبوع بالنسبة لكم، بيعطيكم الدفء، بيعطيكم الثقة في النفس أيضا. إذا مثل ما شايفين هيدا أسبوع رايق إجمالا، حاولوا أنكم تبتعدوا فيه عن الأجواء الصاخبة، اهتموا بحالكم أكثر، اعتنوا بنفسكم، بصحتكم النفسية أكثر. بالنسبة للمواليد الأكثر حظا، لأنه في عنا تأثيرات حلوة لكم من كوكب المشتري جوبيتر، هي مواليد 13 14 و15 نيسان أبريل، بدي أتمنى لجميع مواليد برج الحمل أسبوع دافئ، أسبوع سهل، أسبوع تشفوا فيه من جراحكم وبتعودوا لذاتكم وبتتصالحوا مع ذاتكم. ما تنسوا تتابعوا الأبراج اليومية للمزيد من التفاصيل طبعا هون على اليوتيوب. ما تنسوا أيضا رجاء الاشتراك بالقناة. ودعكم، باي باي.